بشوفه ولا عم بعرف كيف هي ظروفه. وينه تسلم لي عينه ناس الغرام اللي بينه وبينه. انتقى الحال علي كتير واشتقت له اذا ما بيدق لي اليوم رح دق له. انتقى الحال علي كتير واشتقت له اذا ما بيدق لي اليوم رح دق له. عم شوفه ولا عم بعرف كيف هي ظروفه. ايه وينه تسلم لي عينه ناس الغرام اللي بيني وبينه. موقع بانل.